محمد عبده يقصف جبهة محمد رمضان، والأخير ما بصاحبش الناس الصفرة. رد صادم من الفنان السعودي محمد عبده في مقابلة ليه على قناة العربية لما توجه له سؤال عن ديو غنائي مشترك بينه وبين الفنان المصري محمد رمضان. وعلى خلفية الرد الغير متوقع، حصل حالة من الجدل الشديد على مواقع السوشيال ميديا، وكعادة محمد رمضان لازم يرد على تصريحات خاصة بيه بس بطريقة مختلفة. تعالوا نعرف إيه اللي حصل ومين قصف جبهة مين في النهاية. ظهر الفنان محمد عبده في لقاء تلفزيوني على قناة العربية مع الإعلامية سارة دندراوي، واللي بلغته رغبة الفنان محمد رمضان في أنه يشاركه ديو غنائي، وأنه قال في تصريح ده بالفعل محمد رمضان في أحد البرامج، وقال إن هيكون عمل للتاريخ. ووجهت الإعلامية سارة السؤال لفنان العرب وقالت: هل ممكن تسوي ديو مع محمد رمضان؟ رد عليها وقال محمد عبده: لو اجتمع رمضان مع الحج ممكن. وضحك بسخرية وقال: إيش العلاقة؟ ده كان معناه استحالة تنفيذ عمل مشترك ما بينهم. وكمل محمد عبده كلامه عن رمضان وقال: محمد رمضان محسود من فنانين القاهرة لأنه صعيدي، وهو بيعجبني كممثل وليس كمغني، بس طبيعي كممثل خريج معهد التمثيل اللي فيه دروس غنائية إنه يكون للفنان إيقاع نغمي خاص بيه علشان يقدر يؤدي بيه الأغاني الخاصة بأعماله الفنية. وطبعا جمهور نمبر 1 مسكتش على التصريحات واعتبروها إهانة جامدة لفنانهم المفضل، وبدأت حرب التغريدات ترف على تصريحات محمد عبده وعينك ما تشوف النمو. فاللي غرد وقال: واضح يا محمد يا عبده حتى انت حاسده بتبريرك عليه كونه ممثل لمغني على أساس انك مغني لمثيل لك في الوجود. واللي علقت وقالت: كلكم مهرجين مثل بعضكم. ده غير اللي شاف ان عيب على فنان العرب انه يخرج منه النوع ده من الاستخفاف بفنان لوزنه زي محمد رمضان، مع العلم انه باين من تصريحات محمد رمضان وطلبه انه بيحترم فنان العرب ويقدره. بس اللي حصل من محمد رمضان اللي ما بيسيبش حقه كانت مفاجأة. بعد 24 ساعة من تصريحات الفنان محمد عبده، نشر محمد رمضان على حسابه الشخصي اغنية ما بصاحبش الناس الصفرة، واللي اعتبرها المتابعين رد محمد رمضان قصف بجبهة فنان العرب. مش بس كده، محمد رمضان دخل الأغنية في تحدي بعد ما تخطت نسبة مشاهدتها 29 مليون، وكتب: أكمل العبارة التالية، قفلت اللعبة معايا الشفرة، أنا ما بصاحبش الناس الصفرة، باسبوري ما فضلش فيه صفحة. وتفاعل جدا المتابعين ومحبي نمبر 1 مع تحدي رمضان الجديد، مساندة ليه في حرب قصف الجبهات اللي مالوش نهاية ولا سقف مع نمبر 1. أنت كمان شاركنا برأيك، مين قصف جبهة مين المرة دي؟ وهل فعلا فنان العرب غلط في تصريحه عن رمضان؟ ولا كان ممكن يرفض بذكاء وحكمة أكتر بدل السخرية؟